صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فلوج جديد، فلوج النهارده هننزل نجيب حاجات انا ونجم. ايه هي بقى الحاجات؟ مشتريات لوازم السفر. سفر فين؟ سفر ليه؟ سفر ازاي؟ سفر امتى؟ طبعا الفيديوهات الجايه وهتعرف. طبعا لو رحتوا تابعتوني على الانستجرام ستوري هتبقوا معايا لحظه بلحظه، هصور لكم كل التفاصيل لحظه بلحظه. هسيب لكم اللينك تحت، هصور لكم الاسم على الشاشه. في شويه حاجات كده انا ونرمين محتاجينها لزوم السفر، فهننزل نجيبها النهارده وهنكمل اليوم بره كده. فاول حاجه هنعملها ان احنا هننزل على النزهه الجديده. النزهه الجديده قلت لكم عليها قبل كده ان هي فيها ديكورات، فيها اكسسوارات، فيها شنط، وفيها حاجات كتير قوي. هاخدكم معايا النهارده، يلا بينا. اول حاجه هطلب اوبر واروح على هناك. كالعادة وصلت بدري عن نرمين. ده كده النزهة بقى، هدخلكوا جوه تلاقوا شوارع كتير. بصوا ده أول محل بس قافل لسه. تلاقوا بقى كل الديكورات اللي انتوا بتبقوا عايزين تجيبوها وبتجيبوها اونلاين. هما اصلا بتوع الاونلاين بيجوا يجيبوا من هنا عشان هنا بيبيعوا جملة. اتمشى بقى لحد ما ايه الاخت شيرين نرمين تيجي. كله محلات يمين وشمال، وفي شوارع يمين وشمال. في الاول اكسسوارات وشنط ونضارات، تتعمقي جوه بقى تلاقي حاجات المطبخ. كل شارع متفرع منه محلات كتير، بس طبعا عشان احنا لسه بدري محلات كتير لسه بتفتح. بصوا ده بازار هندي، كنت جايبه منه العلب بتاعه المناديل اللي انا حاطاها في الريسبشن. بصوا زي حاجات ايكيا. وها قد وصلت جيرمين. جيرمين اهي. الساعة تيجي في ميعادك. مستني اخرها قد ايه؟ الساعة كام؟ تأخير تلت ايه؟ ساعة الا تلت. انت كذابة يعني. والله العظيم. ساعة الا تلت. مستلزمات المصيف. وريني. حلو قوي. حلوة. جبت زرعة زي اللي عندي في الأوضة، زرعة تانية. يلا يا عم الحاج، ما جبناش أي حاجة من اللي احنا كنا نازلين عشان نجيبها. جبتي حاجة؟ جبت بندانتين. وأنا جبت بندانة. هنفطر بقى، نروح نفطر عشان احنا لسه ما فطرناش. عشان كام هنيجي؟ انتي تاني وحريقه ده تاني. استنى يا جماعه، بمناسبه ان احنا مشغلين اغاني وكده، ففي اغنيه كده طلعت، كل ما افتح التيك توك او الانستجرام او اي حاجه الاقي واحده عماله تغني عليها وترفعها واجيبها وبتعمل كاني مفيش غيرها في الكوكب. ورينا يا بنتي شغاله. وماما المجال بس. على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ ساعه بنطوف عشان راكبه، اليوم كله بيضيع مننا في كده. شغاله لك اغاني هو اللي بتحبيها. هي حلوة بنت صبري. كملي كملي يا حبيبتي كملي. دلوقتي داخلين جنينة مول علشان في سليبر كان عاجبني وفي شنطة كانت عاجباها. هوريهم لكم دلوقتي لزوم السفر. الجو حر قوي قوي. الجو حر، الجو حر. خدوا يا مديها فلوس. بتناقشني في الفلوس اللي انا لسه دافعاها. عايزة منك لسه 200. ايه هم 30. اوكي جماعه عشان تعرفوا انا نازله عشان اشتري حاجات، دخلت شهيصتكم وجبت ده بقى يعني ميك اب براند كامله عشان اعمل لكم لوك. مش هطلعها لازم دلوقتي. ما خدتيش اسفل اللي دفعت فلوسه، مفيش حاجه عندي. جبت لكم حاجات ببراند كامله اهو عشان اعمل لكم لوك. دراج ستور عشان بقالي كتير بعمل لكم حاجات هاي اند. دراج ستور اهو، حبايبي الحلوين، حبايبي الحلوين دراج ستور اهو. يلا نخش بقى نجيب السليبر اللي عاجبنا. توقعتي ايه؟ والله انا طلعت لقيته فرده. ايه ده؟ لا السليبر اللي انا عايزاه خلص والله هزعل. بس ده عاجبني قوي، كان عندي زيه زمان. طيب نرمين يا جماعه داخله اجيب شنطه، بس مش عايزاني احرق لها، واوريكم الشنطه اللي هي هتجيبها فتبقوا تشوفوها بقى في الفلوج لما نسيبها. ابتسمي ابتسمي ولا تحزني. ابتسمي. احنا نزلنا نزوله قبل كده على اساس ان احنا هنشتري حاجات، وفضلنا نشوف حاجات كتير قوي. استنى عشان نخش نشوف الناس. وشفنا حاجات كتير قوي وقعدنا نقول ايه
لا طب هنشوف هنفكر. فكرنا وقررنا الحاجات اللي احنا هنجيبها، جينا كل اللي احنا كنا هنجيبه خلص. ده اخره التردد. التردد وحش. نرمين حزينه يا عيني وزعلانه على الشنطه اللي ما لقيتهاش. خلاص يا فرفش الببلاو جماعه، كل اللي احنا عايزينه كنا جايين نجيبه لان خلص كله حرفيا وبخاتين قوي. إيه ده؟ الناس بتسافر وبتاخد الحاجه ما بتعملش اللي احنا بنعمله. احنا نزلنا اتفرجنا عندنا نقول لا مش عارفه ايه، ولما روحنا قررنا مفيش اي حاجه لقينا كله اتاخد. احساسك ايه يا نرمين بعد ما جينا نجيب حاجتنا اللي احنا عايزينها ما لقيناش اي حاجه؟ انا مبسوطه قوي. الحقيقه انا جبت حاجات بس نرمين ما جبتش حاجه. ما لقيتش الا المايو اللي هي عايزاه، ولا لقيت الشنطه اللي هي عايزاها. لا مش نحسس، احنا اللي استهبلنا المره اللي فاتت. كل حاجه قدامنا واحنا اللي فضلنا مترددين. المهم يعني اللي بيبقوا عايزين حاجات للمايوهات وكل حاجات المايوهات موجوده في نامول. جنينه مول انا هيست نسيت، في جنينه مول اللي في مدينه مصر هتلاقوا عنده كل حاجات المايوهات، في تقريبا بتاع 4-5 محلات. دلوقتي بقى هنروح كده محل بتاع بناطيل عشان عايزين نجيب بنطلون جينز ابيض. عايزين نجيب بنطلون ابيض وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. مش لاقيين مش لاقيين. يعني مين مبسوطه بس شويه عشان رحنا المحل اللي المفروض فيه البناطيل ما لقيناش برده البنطلون اللي احنا عايزينه. انا عمري ما رحت هناك وما لقيتش البنطلونات اللي انا عايزها. احنا الحمد لله الحمد لله مش عارفه فين. انا خايفه بس دي تكون بوادر. لا ان شاء الله ما تبشريش كده. ابشري يا طيب. نزلي عشان يجي بوادر لحاجه ثانيه. مش اتفقلي يا بنتي خير؟ مش هنقول عليها هنا، هنقول عليها في الفيديو الجاي. اتفقلي خير. اوكي. قولي ان شاء الله كل حاجه تبقى حلوه. ان شاء الله. ان شاء الله. تاني مول. هنلف المولات كلها النهارده. شطوعي ولا ايه؟ اخيرا روح. اطلع اوريكم جبت ايه؟ واتغدى ونكمل بقيه اليوم. لو ما نمتش يعني منظري ده. يا خلاصي. على جاية تستقبلني وتنكش ورايا وتشوفني انا جايبة ايه. لوزة انتي اللي موقعة القطن ده كده. كتكوتة كتكوتة كتكوتة. خليني اكلمكم عن الغدا اللي انا عملته. دي صدور فراخ، فراخ بانيه شوحتها متبلة بفلفل اسود وملح وشوحتها، وده عيش ذرة اول مره اجربه بصراحه ما عجبنيش قوي. حطيت خس وحطيت معلقه صغيره مايونيز وحطيت الفراخ وقفلته وباكله. وده الغداء. ثم مج النسكافيه ابو رغوه الخطير. ملناش دعوه بالنقط البيضة دي، اخر حبه لبن. هشرب النسكافيه واوريكم الحاجات اللي جبتها. تعالوا اوريكم الحاجات اللي جبتها. بصوا اول حاجه زي ما قلتلكوا المول اللي هو جنينه مول اللي في مدينه نصر، ده فيه كل الحاجات بتاعه المايوهات المحجبات وكل المايوهات. فيه كذا محل، فيه حوالي 5 أو 6 محلات، فهتلاقي فيه عندهم كاشات، عندهم كل الحاجات اللي تخص ملابس البحر. انا عندي مايو اللي هو الجام سوت ده، فجبت ده عليه اهو، بتاعي اسود ساده فجبت له ده. جبت كمان التربن ده للميه علشان مش عندي اهو. كمان كنت محتاجه طرحه بيضة شيفون فجبت الطرحه دي. جبت ده اندر شيرت كده بيتلبس تحت الهدوم بيظبط الجسم من كارينا. لسه عايزه واحد ابيض بس ما لقيتش. في حاجات كثيره جدا كنا عايزينها انا ونرمين حرفيا كانت موجوده المره اللي فاتت واحنا اللي قعدنا نستهبل وما جبناش حاجه، والمره دي نازلين مكررين اللي عايزينه. في حاجات كثيره جدا لانها خلصت. كمان الطرحه دي نظرا لان انا بلبس طرح بيضة كتير فجبت دي عشان يبقى عندي الساده ويبقى عندي اللي فيها الوان. اما بقى الشنطه دي شنطه ميك اب، هعمل لكم بيها ميك اب لوك لبراند واحده مش هقول لكم هي ايه دلوقتي، هنزله على القناه الثانيه اللي هي مها لايف ستايل فروحوا تابعوها. بس كده دي الحاجات اللي انا جبتها. استنوا بقى الفيديو الجاي علشان هيكون تحضير شنطه السفر. وبس كده والفيديو خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وبس كده واشوفكم فيديو جديد. باي باي.